يعد قصر القعيطي في المكلا بحضرموت واحدا من أهم المعالم الأثرية التي تميزت بها اليمن، ورغم أهميته كمعلم تاريخي إلا أنه صار قصر أشباح للغربان نتيجة الإهمال. مضت السنون وتراكمت آثارها على قصر القعيطي نسبة للسلطان غالب بن عوض القعيطي والكائن في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من عام 1925 للميلاد، ليتحول من أهم معلم تاريخي في المحافظة إلى قصر للأشباح والغربان جراء الإهمال الذي تعرض له طوال الفترة الماضية. هذا المعلم التاريخي ظاهر فيه الإهمال من قبل كل الجهات، وهو يتطلب كثير من الترميم والعناية والصيانة في أقرب وقت ممكن. القصر لم يرمم منذ الاستقلال، منذ عام 1967، فقط في 2005 عملت بعض له، ليس الترميمات ولكن تحسينات فقط. ومنذ ذلك التاريخ تعرض هذا القصر للإهمال والتهميش ولسرقة بعض محتوياته وما يشتمله من قطع أو من أثاث. يتميز القصر بطابع العمارة الهندية التي كانت سائدة في ذلك الوقت تأثرا بالاحتلال البريطاني المرتبط مركزيا بالهند، ووقوع المنطقة في السواحل المتأثرة كذلك بثقافة التنوع الاجتماعي. قصر القعيطي أو قصر المعين يتكون من ثلاثة أدوار، تحتوي على دهاليز والقاعة الحمراء لاستقبال الضيوف وقاعة الاجتماعات وغرفة كرسي العرش. الترميم لم يصل حتى الآن إلى يعني أساسات أو الهيكل العامة لهذا القصر، سوى بعض الترميمات الجزئية التي يعني كانت تعمل بمواد غير المواد الأصلية التي بني بها القصر. في هذه الفترة الأخيرة حقيقة فيه شيء من الإهمال من قبل الجميع، لا نكلف أو نتهم أحد من أحد. في السنوات الأخيرة تحول القصر إلى متحف يحتوي على جناحين، أولهما مخصص للآثار القديمة كالقطع الأثرية والعملات والنقوش العائدة إلى ما قبل الإسلام، أما الجناح الثاني فمخصص بمقتنيات السلطان كملابسه وأحذيته وكرسي العرش وغيرها من الأشياء الثمينة. هذا المتحف إنه مغلق الأبواب، لا يرتادون إليه الزوار من زمن لا بأس به، فلو أعطت المحافظة العناية لهذا المتحف أو من يهمهم الشأن لكان الأمر أفضل وأحسن لإظهار تاريخ البلاد. هو يستغيث بالجميع، سيما السلطة المحلية ورجال الأعمال، فلو هناك لفتة لهذا الفن المعماري وهذا التراث الحضرمي الأصيل سيكون خطوة إلى الأمام لإبراز تراث حضرموت العريق. آثار السعيدة كنوز في تاريخ الحضارة، فقط لفتة من الاهتمام والمحافظة عليها تعمق أواصر الماضي بالحاضر في سجلات التاريخ.